خلينا متفقين في البداية أنه البداية برضو كانت قوية جدا وكانت مرضية الحقيقة لكل جماهير النادي الأهلي، بس أنا هحط كده بين قوسين أتمنى أنها ما تكونش خادعة، ليس تشكيكا في قدرات الأهلي أو قدرات اللاعبين اللي قدموا عرض محترم جدا، ولكن قياسا على مستوى المنافس وقياسا كمان، وده الأهم الحقيقة اللي عايزه يبقى قدام عينين جمهور النادي الأهلي على مدار الموسم وقدام كمان، وهو بالتأكيد وصل للعيبة ووصل للجهاز الفني، أنك قدام واحد من أصعب المواسم اللي هيمر على الكرة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص. مبروك الفوز على الدراويش اللي بالمناسبة كان فوز مضاعف. النهاردة تابعنا طبعا شباب الأهلي وهو بيكسب شباب الإسماعيلي بنتيجة 2-0 وقدموا الحقيقة عرض مميز جدا. وخلينا نتكلم على بداية وانطلاقة الموسم ونتكلم كمان على ماتش البنك الأهلي بكرة مع ضيفنا النهاردة واحد من نجوم النادي الأهلي طبعا كابتن أحمد عادل. أهلا بيك يا كابتن أحمد. أستاذ أحمد أنا سعيد بابا وأنا موجود معاك دايما. إحنا بنسعد بيك دايما والله. ربنا يبارك، ربنا يخليك. إزاي تابعت مباراة الإسماعيلي وإيه هي أهم الإيجابيات اللي شفتها أو رصدتها من خلال أداء الفرقة في أقول بقى ثوبها الجديد؟ يعني أعتقد إنه ظهور موفق جدا لكل الأسماء اللي دخلت على سكواد النادي الأهلي الموسم ده. أكيد طبعا في المقدمة بتاعت حضرتك لمست وحطيت إيدك على نقطة مهمة جدا وهي معنويا. معنويا مكسب مهم جدا، كان مطلوب إن ثقة الجماهير ترجع في الفرقة تاني وترجع في الجهاز الفني. مكسب مهم معنويا وخصوصا على نادي الإسماعيلي، ايا كان حاله نادي الاسماعيلي ايه او المشاكل داخل نادي الاسماعيلي، لكن هو سيظل نادي الاسماعيلي مكسب كبير جدا يسجل في التاريخ في لقاء الفريقين. اكيد مكسب مهم، اضافه كبيره جدا او من مكاسب المباراه صفقتين طبعا من العيار الثقيل زي ما حضرتك قلت، كبيرسي تاو او لويس ميكسوني، وخصوصا بيشهد تالق من بيرسي تاو بالاخص. ايوه، لكن اكيد اضافه قويه، وعلى اللعيبه دي مهم جدا ان يعرفوا قيمه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، ان هو مش بيقف عند مباراه واحده. انا بخاف دايما من المحترفين الاجانب في اول مباراه ليهم. هو ده، انت عارف يعني بيبقى في ضغط كبير جدا، خصوصا انه يعني الجمهور بيبقى مستني من اللعيب انه يطلع افضل ما عنده في اول مباراه، بتبقى صعبه شويه على اللعيبه. فكون بيرسي تاو يبقى موفق بالشكل ده، ميكيسوني الحقيقه يمكن مش الظهور الاول ليه، لكن يعني اول مباراه ياخد فيها من البدايه، فان هم يعني ينجحوا كده اعتقد ده واحد برده من المكاسب اللي تبني عليها في اللي جاي. هو ده برده اللي انا عايز اوضحه للناس، ان انت مهم جدا ان انت تاخد الانطباع الاولاني. الانطباع الاولاني ده هو ده اللي بيعلم مع الناس، يمكن زي ما حضرتك بتقول ان هو لازم يستمر، وخصوصا ان هو لو موجود داخل النادي الاهلي مهم جدا ان اللعيبه دي تقدر قيمه النادي الاهلي، ان هو بيشارك في اكتر من بطوله، ان هم عليهم مسؤوليه كبيره جدا، جماهير النادي الاهلي عندهم ثقه فيهم اللي بيشوفوها طبعا من مستر موسيماني في اللعيبه، وان هو يدفع بيهم في اول مباراه كمن من القوام الاساسي اكيد كان عند حسن الظن. لكن الاهم الاستمراريه، الاهم الاستمراريه في بقيه المباريات، الاهم الاستمراريه في كل البطولات اللي النادي الاهلي مطالب ان هو يحققها، وخصوصا انت كموجود داخل النادي الاهلي او كمحترف داخل النادي الاهلي انت مطالب ان انت بكل بطوله بتبقى مشارك فيها ان انت تقدر تسجل او ان انت تقدر عند حسن الظن. أيوة. جماهير النادي الاهلي من النوعيه اللي بتصبر على اللعيبه. يعني بتصبر على اللعيبه مش قوي يعني، بس هي مش قوي يعني، لا هي بتصبر يعني، بتصبر ده ما فيهوش شك على اللعيبه، لكن انت على طول محطوط تحت ضغط، بس الصبر حدود. لا بس انت على طول محطوط تحت ضغط، لكن زي ما بقول لحضرتك المهمه جدا الاستمراريه، وده اللي على طول لازم كيرف اللعب بتاعك او كيرف مستواك يفضل في العالي دايما. أي. ممكن يصادفك سوء توفيق مباراه او مباراتين، لكن مهم جدا ان تحافظ على مستواك على مدار الموسم وفي كل البطولات يعني.